صلوا معي عالنبي محمد، اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير. احنا النهارده معانا البط بتاعنا، هو عمره اسبوع، اللي كان طالع من تحت البيضه وورته لكم قبل كده. بسم الله ما شاء الله بقى حجم زي ما انتم شايفين كده حبيبي، زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. دي طبعا بط مسكوفي، الخليط يعني خليط مسكوفي اللي كنت قلت لكم عليه، والاب مسكوف اصل خالص، انما امهم كانت خليط مسكوفي. زي ما انتم شايفين كده حبيبي، دلوقتي بقى عمره اسبوع. نقلتهم طبعا، انا كنت مربيهم تحت في كرتونه، فنقلتهم بقى طبعا فوق، هما في بوكس قديمه هي عندنا على السطح زي ما انتم شايفين كده حبيبي. فرشتها ملات قش كده، فرشتها وحطيت لهم فوقهم الاكل، حطيت لهم الاكل بقى هنا طبعا في الاخر هنا كده، والميه جاره طبعا. البوكسه لها سلك، هي كانت بتاعه انارب، كنت بربي فيها ارانب، فجبتها لهم يا حبيبي، فرشتها لهم وحطيتها لهم كده. بتربي لي البط حلو، احسن من عشه او احسن من اي حاجه تانية. انا جربت فيها كام واحده كام مره كده، ما شاء الله البط كان فالح فيها وياي. وده البط يا حبيبي ما شاء الله، فرشت لهم في الارضيه قش، هم عشان القش يدفيهم، لانهم برضو لسه يعني ما كبروش اول الدرجه اللي هي اهو يا حبيبي. واخر الليل كده بقى بقوم قافل عليهم بقى، طبعا بقفل عليهم بالسلك زي ما انتم شايفين كده، بقفل عليهم كده علشان ما فيش حاجه تنط عندهم ولا حاجه، ولا فار يجي لهم ولا اي حاجه. وبعد كده حبيبي بقوم مغطيها بقى عليهم بالليل خالص، بغطي عليهم بالمشمع خالص كده عشان البرد، زي ما انتم عارفين الجو برد، بيبقى برد بالليل. وحابه اوريكم بقى يا حبيبي، عايزه اوريكم بقى الفرق ما بين، عايز اوريكم حبيبي البطه المسكوفي اللي هي يعني يعتبر خيط مسكوفي، عايز اوريكم الفرق ما بينها وبين البطه البلدي. دي البطه البلديه حبيبي بتبقى يعني قليله شوي، ودي البطه المسكوفي بيبقى بسم الله ما شاء الله بتيجي بسرعه، وبيبقى ظهرها عريض كده، وبتبقى طويله فرعه. دي الفرق ما بين دي ودي يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم الذكر بتاعهم اللي هو ابوهم شكله ايه. دوت يا حبيبي البط بتاع عمره اسبوع، حبيت اوريه لكم ده واصور لكم على فيديو. حابه اقول لكم برده حبايبي ان انا جايبه لهم علف بادي، العلف بتاعهم اهوت اللي هو البادي في العلافه بتاعتهم اهي. ده انا دايما بحب استعمل علف العناني لانه بيبقى فيه نسبه تركيز اعلى، والميه بتاعته ميه حبايبي. انا كنت جايبه لهم تحصين بسم الله ما شاء الله ياكلوا مهمات، كنت جايبه لهم تحصين وبحط لهم منه وخلاص بسم الله ما شاء الله. بقى اخر يوم فيه النهارده، ما عدتش هحط لهم بعد كده، وان شاء الله يا حبايبي هحط لهم بقى ايه، هنشتغل بقى في الثوم والبصل بقى والليمون، الحاجات الطبيعيه اللي بتبقى في البيت. وحابه اقول لكم برده حبايبي، البط برده استعملوا الخميره زي ما انا كنت بستعمل للفراخ الخميره، برده حابه اقول لكم البط برده الخميره حلوه له، استعملوا على العلف خميره. انا دايما بحط الخميره على العلف، ما بحطهاش انا في الميه خالص، سوى للفراخ سوى للبط. بسم الله ما شاء الله بتجيب نتيجه معايا حلوه قوي. وزي ما انتم شايفين حبايبي البط بتاعي اهوت بياكل وبيشرب ومبسوط، والمكان تحته ناشف ومفيش اي حاجه. اهم حاجه حبايبي عايزه اقول لكم عليها، ان انتم المكان بتاع بط او فراخ دايما يبقى ناشف، ما تسيبوش المكان مبلول تحته ابدا، يعني كل يوم غير الفرش، كل يوم غير الفرش. عايزه البط بتاعك يمشي ويكون نموه سريع وتحافظي عليه، ويجي معاك يوم وبيومين النظافه
وتدفئة، دي أهم حاجة، النظافة والتدفئة. لا البط هيتعب معاكي ولا هيسهل معاكي ولا هيسيبوا أي حاجة. وإحنا حبايبي بسم الله ما شاء الله إن شاء الله هنبقى برضو معاكم على طول، يعني هو طول فترة نمو كده هبقى معاكم واحدة واحدة، عشان اللي حابة تربي هقول لها برضو تعمل إيه وإزاي تربيه. وإن شاء الله يا حبيبي هتستفيدوا برضو إن شاء الله مني، واللي عايزة تسأل على حاجة تبعت وتقول لي، وإن شاء الله برضو هعرفها على كل حاجة. وده يا حبيبي الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.